رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أصحاب البدريين والأحديين والحنينيين والخندقيين وسائر الصحابة والكرامة كلهم أجمعين وإلى أرواح سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى روح من اجتمعنا هاهنا بسببه خاصة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقاربنا. اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا ولهم من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك فقاقا لنا ولهم من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك مونسا لنا ولهم في قبورنا وقبورهم إلى يوم القيامة. اللهم يا رب ارحم غربتهم وآمن روعتهم ونفس كربتهم وارفع درجتهم وكلنا ولهم وليا وبنا وبهم حفيا. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم بجاههم عافنا وأهلنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنة كلها وضيقها وعذاب الآخرة. اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الوصول إلى كمال معرفتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك من العصمة دوامها ومن النعمة تمامها ومن العافية حصولها ومن الرحمة شمولها ومن العيش أرغدا ومن الرزق أوسعا ومن اللطف أنفعا ومن الإنعام أعما ومن الإحسان أتما. اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا. اللهم ختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة أعمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا. اجعل إلى معرفتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا
وسبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بصلاح عيوبنا، اجعل التقوى زادنا. اللهم اجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا، فإن عليك توكلنا واعتمادنا. ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا معيشة الأبرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأستاذينا من الدين والمظالم والنار. اللهم نبر بالعلم قلوبنا، واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، واشغل بالاعتبار أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، وأجرنا منه يا رحمن. اللهم وفقنا لحج بيتك الحرم وزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته، واسقنا من كأسه، ولا تحرمنا رؤيته يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم سلمنا وسلم معاهدنا، وسلم علماءنا من نافات الدارين. اللهم إنك تعلم حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء، فقضها يا قاضي الحاجات. وإنك تعلم أمراضنا وأمراض مرضانا، فاشفها يا شافي الأمراض. ربنا تقبل منا دعاءنا، ولا تردنا خائبين ببركات هؤلاء الشرفاء المذكورين، وبمحض فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.